مثلا اجي نجيب الانسان الذي اصبح له اياما كثيره على الاراضي، جثته منذ زمان الرائحه في كل مكان، لماذا لا احد يسلم منهم، لا حيوان ولا انسان؟ هذه حمصى، هذا هو الصوف، هذا هو الاثار، هذا هو التراث تبعنا. الله اكبر، تراث حمص دمار هائل، محلات تجاريه دمار هائل، المنازل دمار هائل، العالم قد تهجرت من منازلها من كثرة القناصات، عناصر الشبيحة التي احتلت هذه المنازل. انظروا، هل هذه دوم؟ هل هذا سكن؟ هل هذه معيشة هنا؟ الله أكبر.